غادرت فرقة من قوة الإطفاء العام إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم. وتتكون الفرقة من 155 ضابطا وضابط صف من مختلف القطاعات لتأمين الملاعب ومقرات المشجعين والمنتخبات المشاركة خلال هذا الحدث الرياضي الكبير. من قاعدة عبد الله المبارك الجوية وبمساعدة القوة الجوية الكويتية، غادرت قوة الإطفاء العام اليوم، والتي ستشارك في خطة تأمين المونديال بدولة قطر الشقيقة خلال بطولة كأس العالم والمقامة هناك. بتكليف من سيدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، تشرفت اليوم بتوديع الفرقة الثانية المقادرة إلى دولة قطر الشقيقة للمساهمة مع الأخوان في الدفاع المدني القطري بتأمين سلامة كأس العالم. تأتي مقادرة هذه الفرقة الثانية استكمالا للفرقة الأولى الأربع زوارق بطواقمها التي وصلت قطر ولله الحمد. طبعا تأتي مشاركة دولة الكويت من خلال تعليمات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه الأخوان في قطر، ويعكس عمق التكامل والتعاون والترابط بين دول مجلس التعاون، ويعكس كذلك كفاءة جهاز الإطفاء بدولة الكويت وكفاءة العنصر الكويتي في العاملين في قوة الإطفاء العام. في هذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الدفاع ومتمثلة في قوة القوة الجوية التي أمانة سخرت جميع طائراتها في خدمة قوة الإطفاء العام في نقل جميع معداتها وأفرادها للمشاركة في تأمين هذه البطولة. 155 ضابط وضابط صف تم اختيارهم لتأمين الملاعب والفنادق ومقرات المشجعين والأماكن السياحية خلال هذا الحدث العالمي والمقام في دولة قطر الشقيقة. بناء على توجيهات القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من سيدي معالي وزير الدفاع وكذلك من سيدي سعادة رئيس أركان بتدليل وتسهيل جميع وسائل النقل لإنجاح نقل الأخوة في المطافي إلى الأخوة في دولة قطر الشقيقة لحضورهم ومشاركتهم لكأس العالم. وتم بقوة الجوية الأمانة التنسيق مع الأخوة في قوة المطافي لتسهيل جميع هذه الأمور، وقوة الجوية دائما سباقة في المشاركات وتدليل العقوبات لإنجاح الخطة الموضوعة من قبل جميع جهات الدولة وتنفيذها. كما أرسلت قوة الإطفاء العام أربعة زوارق للإطفاء، مهمتها توفير الحماية اللازمة للفنادق العائمة وكذلك فرق مختصة بعمليات المواد الخطرة والبحث والإنقاذ. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.